حج كاظم شاكر أبو أحمد البقاء لله عظم الله أجركم بفقدان الكابتن ناظم وهو بالتأكيد خسارة للرياضة العراقية والشعب العراقي. الآن شنو اللي راح يصير خلال اليوم وغدا؟ يعني الناس تسأل على وصوله إلى بغداد إن شاء الله. وين راح يدفن؟ إن شاء الله باكر الساعة 8 الصبح راح نطلع من كردستان وراح نوصل لبغداد بديته اللي بمنطقة الميكانيك. نعم. بديته لمنطقة الميكانيك. نعم. ومن هناك إن شاء الله إلى مقبرة الكرخ. شنو كانت وصية المرحوم؟ والله يعني الآن تعرف بهاي الفترة اللي كان هو مريض بيها بالمستشفى. نعم. ما قدرنا نشوفه إلا مرة أو مرتين وكان وضعه تعبان جدا ونفسه كان ضيق بشكل بحيث إنه ما قدر يحكي. فما وصى أي شيء يعني. الآن وين راح يندفن؟ مقبرة الكرخ اللي على طريق الثلوجة. يعني اللي يريد يوصل البيت البغداد باكر ينتظركم يعني بحدود الثنتين الوحدة ونص إن شاء الله. إن شاء الله ب12 بالوحدة إن شاء الله نوصل إذا طلعنا منها ب8 الصبح من الطب العدلي اللي بمستشفى الزجاري. شنو اللي صار آخر شيء؟ آخر شيء لحد قبل ساعة نشيل داح شوية الدكتور. نعم. داح شوية الدكتور وقال لي والله آلي وضع اليوم أنا أقول لك بصراحة وضع اليوم شوية أحسن. الأكسجين ماله زين، الوعي ماله زين. قلت له أشكرك وخلف الله عليك. فخابروه رأسا وأنا واقف وياه صعد يركض لي فوق قال انتظرني هنا أنا هسه أجي. فالظاهر أنه بهالفترة يعني بهالشغلة هاي توفى يعني. الله يرحمه. الدكتور يقول الأكسجين ماله 95 بس توقف القلب. الله يرحمه برحمته. الله يسلمك ويخليك. الله يسلمك. تعازينا الحارة. الله يسلمك. أشكرك.